Look closely, Jimbo. بيقول عايز بسكويته كمان. حاضر حاضر. لا لا احنا متأسفين ما عندناش الا البسكويته اللي اكلتها دلوقتي. قول له كيوي تيوكات. لا سابوها. ما تعيطش، عندنا في مصر بسكويت من النوع ده كتير. لو جيت معانا مصر هنوكلك بسكويت كايروفون ومصروفون واوديون. اي قول له الحليب افريتيك ناو ناو. ليه ايه رايك بقى يجي معانا اكس فريك؟ هبا هبا شاتر. ايه ده ترى؟ ايه هو زعلان مني؟ لا ده مبسوط منك وعشان كده بيسلم عليك. لكن ده ورم يستاهل. استحمل يا بابي استحمل. ولدك بيقول ايه؟ لا ده هيكون عاوز يسلم عليا. لا ده بيسأل في ايه كمان في مصر عشان ياكله. حاجات كتير هتعجبك. راديو بيك اب رومي اسطوانه ظلموه باللحمه المفرومه. لا 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 يا سلام بقى لحسن درك حريق. هنأجرك أوضة في الإذاعة عشان تفطر ما يطلبه المستمعون. أي وتتغدى على الناصية. أي وتتعشى من كل فيلم أغنية. أي أقول لك يا سلام بقى ده احنا قرايب وما يصحش يعمل فيا كده. بيع بيع كبار شفاك. بيقول ايه المتوحش ده؟ مش مصدق انك قريبه عشان صورتك ما بتشبهش صورة عمه. وهي الصورة دي فين؟ مخ مخ وريني كده. اتفضل. يا خبر بابي يشيل. اتفضل اهدي صورة حضرتك. دي صورة ابوه. ابوه خرجيت وعمه فيل. لا ما شاء الله ده احنا من عيلة كريمة جدا. على اي حال مدام هو مش عارف قرايبه نوافقه على عقله. بس قوله من فضلك يستعد للسفر حالا معانا على مصر. رحم مهما عم بكحورة بكحورة لفاية. يقول ما يقدرش يسافر من غير خطيبته ابدا فلازم تسافر معاه. شوف عايزك خلص 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 زي بعضه تعمل صوت شرعه. هي فين؟ كرم 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 استكلك فسكت بيقول حيجيبها. يا مغيث يا خلف الصاروخ الروسي. سنحضر اليوم ومعنا نمر. اختروا الجميع. مغادي الاسد. يا الفين مبروك يا حبيبتي. بكره تتجوزي نمر وتبقي مدام نمر. ربنا يسمع منك وعجبه. تعجبيه؟ ده انت هتعجبيه غصب عن عينه. قومي يا حبيبتي قوم البسي واتزوقي علشان تقابلي العريس. العريس 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 العريس. هو فين العريس اللي نفسي اتفرج عليه؟ احنا بنتكلم على نمر عريس حسنات. بتقولي نمر عريس حسنات؟ وليه ما يكونش عريس عضلات؟ الوصيه ما قالتش كده. انا لا يهمني وصيه ولا وقفيه. انا لما يجي نمر ويشوفني ويشوفك مش هيتجوز غيري. لا لانه لو كان عايز يتجوز واحده زيك كان اتجوز في الغابه اي دبه. تندب في عينك وخلاص. انا اختش يا اولاد انتوا اخوات تخسروا بعض عشان خاطر الراجل. تليفون يا طنط. قلت لك 60,000 مره ما تخشيش هنا عندي الاوضه الا ما تخبطي الباب. اللي اتقدف اللي اتحيا. هو انا غريبه؟ امال قريبه ايه يعني؟ انت حيالله تبقي بنت خالد عمة ست ابويا. ايه انا بنت برضه؟ يلا انزلي ساعد الخدامين جاي لنا ضيوف النهارده. يلا. الو امينه هانم. ايوه يا حبيبتي جاي النهارده. طبعا طبعا حدي خبر لبقيه العيله كلها عشان يجي. يا طويل حاسب على زهرية. وانت كمان خلي بالك حطها هنا فوق الدفاية. اللي قولي يا استاذ نصيب افتركة المرحوم يطلع قد ايه؟ ايوه وانا كمان عايزة اعرف نصيبي هيكون كام. انا عمة نم واخت المرحوم ابوه. المرحوم اوصى للعائلة كلها بتلت ثروته و
وطبعا حنوزع التركة حسب الشرة. بابا جه بابا جه وصلوا بالسلامة وصلوا بالسلامة تعالي يا ضناء. دي مش قردة. امال دي ايه؟ استل ويليام دي شيتا خطيبة نمر. يا اسمت السودا يا بخت المايل، سامعين شاهدين، جايب لي ضرة مفترسة. اثبتي يا حسنات، لازم نوافق عشان نمر ما يزعلش. ما اقدرش يا بابا ما اقدرش، خليها تروح تتجوز قردة زيها. ما تخافيش، كلها يومين ونتخلص منها. وهو معقول يتجوز قردة؟ هيكتب كتابه عليها فين؟ في جنينة الحيوانات. شيتا شيتا اتفضلي. سامعين؟ لازم نوافقوا على عقله لا يهرب مننا تاني. شتا شتا يا سلام، ده حلو قوي، ده انت ذوقك مدهش. دي ملكة جمال القرود، وتعيشوا في الدبات والنبات وتخلفوا غوريلات ونسنسات. تعال بقى لما اعرفك بقرايبك، الاستاذ غندور المنبعج ابن عمك. بغاب جو غندور رفيق عايزك عايزون بابو. عمتك اسيوية هانم. جي غافيز دي اسيوية. استكتك استكتك. عيسان فقط. ودي لغة ايه دي يا ابني؟ دي لغة طرزان، محدش يفهمها في الدنيا الا انا وهو بس. ايوه. تعال بقى لما اقدمك لبنت عمك حسنات هانم. دي فيز ايه حسنات. زلانا زلانا ازدالا بلا كايتي بلا يانا يلاك يا يندو لكوزا فلاني لطا يكوبولي يلقو. حوشو حوشو كدلا كدلا ترزان فلازي بولك تيز كانتر فوكتك يزلز ام بطل دكتك لازا زين اوفز لك يا انتيكتي. بلغة التمثال بيقول له ايه؟ بيشبع عليه، اصل فيه ملامح من قرد صاحبه في الغابه. برنول لا يفسي تليكتك توزع فالاني. ينبسط اضحكوا اضحك انت كمان. خد السلة يا نمر خد السلة. فيه خد يا حبيبي دس يا حبيبي دس دس يا حبيبي دس. خد يا نمر خد يا نمر.